يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره وفاق سطيف الجزائري في 9 مساء السبت على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف، وذلك لحساب إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف ذهابا برعاب برباعية نظيفة ليضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.